الإمام أحمد رحمه الله طلب علم الحديث وصار إماما فيه كما هو معلوم. ومن الأشياء التي يجهلها كثير من طلاب العلم أن الإمام أحمد قبل أن يطلب الحديث، وهذا لابد أن تعرفوه، أنه قبل أن يطلب الحديث أنه قرأ كتب الحنفية وقرأ كتب محمد بن الحسن. فالإمام أحمد له اطلاع على فقه أهل الرأي، ولذلك بعد زمن طويل سئل وقيل له: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ يعني هذا النظر الدقيق والمسائل الدقاق من أين لك؟ يعني هذه ليست على طريقة المحدثين. فقيل له: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ فقال: من كتب محمد بن الحسن. قرأها في أول طلبه للعلم. والإمام أحمد له اطلاع كبير جدا جدا على فقه أهل زمانه، فهو قرأ كتب محمد بن الحسن، وكان من طلابه من يقرأ عليه فقه الإمام مالك وفقه أهل المدينة، وكان من طلابه من يقرأ عليه مسائل الأوزاعي وفقه الأوزاعي، وكان من طلابه من يقرأ عليه فقه سفيان الثوري، وكان من طلابه من يقرأ عليه فقه أهل الرأي والحنفية ومسائل الحنفية، وهناك من طلابه من يقرأ عليه فقه الليث بن سعد. ترى هذا يعتبر اطلاع واسع على الفقه في زمانه والذي على فقه أهل زمانه والذين قبله. أما فقه الإمام الشافعي فهو أخذ من الإمام الشافعي مباشرة، والإمام أحمد كانت تعرض عليه هذه المسائل ويعلق عليها، يعني ما تعرض فقط بدون تعليق، لا، كان ينتقد ويصوب ويخطئ ويتبسم أحيانا من بعض المسائل، ويضحك أحيانا من بعض الأجوبة ويستغربها، ويقول للسائل ويقول للقارئ: أعد، يعجبه الجواب أو يتعجب منه، وهذا كثير. فمثلا لما عرض عليه قول الإمام مالك أنه في زكاة الفطر يتصدق بصاع ولا يزيد على الصاع فإنه يكره، وشبه الإمام مالك بأن الزيادة على الصاع في زكاة الفطر مثل الذي يصلي الظهر 4 ركعات، فتعجب الإمام أحمد من هذا وتعجب من القياس، وقال: لا، بل لو زاد فهو أحسن.